تبدو حلوة. وهنا وينزداي في سيارتها الجديدة. هاي، لديها نفس سيارتي؟ لا، أنت اشتريت واحدة مثل خصتي. يا فتيات، لا داعي للشجار. سياراتكم تبدو مذهلة. لماذا الشجار على من اشتراها أولاً؟ أوه، يبدو أن التحدي على وشك أن يبدأ. لا لا لا، لقد وصلت طلبيتي الملونة الخاصة بي. ماذا تفعل؟ هل هذه زينة للسيارة؟ بالضبط، سيكون لدي سيارة قوس قزح. ما علي سوى تعليق هذه السجادة الناعمة بألوان قوس قزح، وسوف أغطي كل سيارة. لا أريد أن تكون سياراتنا متماثلة. قوس قزح على العجلات أيضاً، وهذا القرن. أوه، أنيت، سيارتك ساحرة ومدهشة. وينزداي، كيف حالك؟ أنا لن أعلق حتى على هذا الجنون الملون، لكن لدي فكرة. سأقوم أيضاً بتزيين سيارتي بأسلوبي. يبقى أن أطلب ما أحتاج. واو، وصلت الطلبية بالفعل؟ هل هو بخير؟ إنه شاحب نوعاً ما. نعم، إنه كوينتين، يعمل لدى دراكولا. شكراً كوينتين. إذاً لنرى. البخاخ الأسود خياراً جيد لطلاء سيارتي بسرعة بلون المفضل. اللون الأبيض هذا يبدو فظيعاً. الآن هذا أفضل، وبالتأكيد أحتاج إلى إكسسوارات. أريد سيارة مصاص الدماء. دعونا لا ننسى أهم شيء، الأسنان والأنياب. الآن السيارة تبدو مخيفة، وهذا هو المطلوب. أي، ما هذا الرعب؟ سيارة وينزداي بشكل جديد. أنيت، سيارتك جميلة أيضاً، لا حاجة للشجار. أنيت، طلبت شيئاً مجدداً؟ نعم، إنها تفاصيل لتزيين داخل سيارتي، وإلا فهي مملة. سأضع هذا البساط الملون على المقاعد. أوه، كم هم ناعمون ومشرقون. وللمقاعد الخلفية أيضاً، لأن لدي الكثير من الأصدقاء يجلسون في الخلف. أعتقد سيحبون ذلك. لا أنسى غطاء عجلة القيادة. كل شيء سيكون بنفس الأسلوب. سأزين كل شيء. وهنا سيجلس هاجي واجي. وهنا أضع قوس قزح. ولا أنسى ألعب اللينة، ستجلس في الخلف. بقي القليل وسيارتي ستكون جاهزة تماماً. واو أنيت، سيارتك من الداخل تبدو مذهلة فعلاً. لن أترك الأمر هكذا. أنا أيضاً سأغير التصميم الداخلي لسيارتي، ستكون أكثر روعة. أضع سجادتي السوداء على المقاعد وبعض الوسائد السوداء. وهنا هاجي واجي المفضل لدي بالأسود طبعاً. ولا أنسى غطاء عجلة القيادة. لم يتبقى سوى القليل وسيكون كل شيء جاهز. ألصق زوجين من الخفافيش هنا. وهنا سأعلق صديقي. بالمناسبة اسمه جاك وهو مضحك. نضع الهدايا من والدي هنا، جمجمة وعنكبوت. ما الذي يمكن أن يكون أفضل؟ وينزداي، لدي قشعريرة من هذه التصاميم. أوه، هل هذا صديق آخر لك؟ نعم، إنه بوب لكنه نحيل فقط. أي، هل هو عيد الهالوين؟ صديقي يرسل تحياته. إنه وحش مخيف، خبئوني. وينزداي، ماذا تفعل هناك؟ شيء، أعطني المفتاح. هيا، لا تتكاسل بسرعة. شكرا. إذن وينزداي، ماذا تفعلين؟ هل يمكنك أن تخبريننا؟ أوه، أنيت، مرحبا. لدينا وينزداي هنا تصنع شيئا ما، لكننا لا نعرف ما هو بعد. نعم، سأخبركم بكل شيء. شيء، أعطني المفتاح. هاي، أين الشيء؟ سوف أجدك أيها الكسول، إنه لا يريد العمل. عندما أطلب المساعدة يهرب. أين أنت؟ لن أصرخ عليك، فقط أنا غاضبة. هيا، دعني أراك، أين أنت؟ إنه ليس في أي مكان، لقد ذهب. شيء، عندما أراك سأرسلك إلى والديك. وما هذا الدور في منتصف الشارع؟ غريب، لماذا هناك دور؟ أنيت، ماذا يحدث؟ مرحبا وينزداي، افتتحنا أنا وشيء صالون تجميل في صندوق سيارتي، ما رأيك؟ افتتحتم ماذا؟ شيء، ميؤوس منك. إذن
لم أقلم الورود منذ فترة طويلة في صندوق سيارتي. أعتقد حان الوقت للقيام بذلك بينما لدي وقت فراغ. رائحة الورود رائعة جداً. ستحبهم أمي بالتأكيد. والآن وقت إطعام صديقي الصغير أرنبي. أوي، وين أخفتيني؟ انظري كم هو جميل. جميل؟ إنه أبيض جداً. لنذهب ونرى ماذا لدي في صندوق سيارتي. بكل سرور. هاي، حفلة عند وينزدي. إذن ماذا لديك؟ توقفي عليك إغلاق عينيك. حسناً، لدي فقط وشاح ملون لذلك. أنا أحب المفاجآت. أوي إينيت، لن تعجبك هذه المفاجأة. كل شيء هنا يبدو مخيف جداً ومقزز حتى. إنه صندوق سيارة وينزدي، فلا شيء غير متوقع. إينيت، تحملي، سيكون الأمر مخيفاً جداً. آمل أنه إذا لم تحب الثعابين ستحب الفئران. ماذا يوجد هناك؟ شيء ناعم. كم هو ممتع. وينزدي، أنا حقاً أحب المفاجآت. لا تخبريني أبداً. أي، انتظري، ما هذا؟ كنت لأظن أنه ثعبان، لكن من أين سيأتي الثعبان؟ لا، هذا مرعب. إنهم جرذان وثعابين. وينزدي، كيف يمكنك ذلك؟ نعم وينزدي، كيف يمكنك؟ وينزدي ستعزف على التشيلو الآن. كنت أرغب في الاستماع إليها منذ وقت طويل. ما هذا الرعب الذي يأتي إلى أذني؟ أطفئي هذا. فقط إينيت تستمع إلى هذه الموسيقى المريعة. لا أتمنى هذا حتى لألد أعدائي. من الجيد أنني اشتريت مكبرات صوت جديدة لصندوق سيارتي. بوب، دعنا نظهر ما هي الموسيقى الحقيقية. لدينا معركة موسيقية. لنرى كيف ستجيب إينيت على هذا. ماذا؟ موسيقى مرعبة. إنها وينزدي مع التشيلو. لقد أخفت صديقتي. وما هذا أيضا؟ شيء، أنت دي جي؟ لقد علمتك سيمفونيات أكثر هدوءاً وكلاسيكية. أعتقد أن هذا جيد. حتى أنني أريد أن أرقص. هيا وينزدي. حسناً، أعترف أن هذه الموسيقى جيدة. الرقص عليها ممتع حقاً. يا فتيات، هذا مذهل. جمعتكم الموسيقى معاً. شيء، أنت دي جي عبقري. ما هذا؟ بماذا تفكر يا فيتا؟ هل ستزيني السيارة؟ سأصنع أنعم سيارة وأقصى لون وردي في العالم. كلها وردية؟ حتى الأبواب. سأغلق كل زاوية. جميل. الآن لدي السيارة المثالية. لا أحد لديه مثلها. حسناً، أليست رائعة؟ أحسدني. لدي هذه السيارة الرائعة. واو، إذن سأريك فكرة. أنا بالتأكيد بحاجة إلى هذه الأدوات. طلبك جاهز. أنت سريع جدا، شكرا لك. يا له من صندوق كبير. علبة طلاء سوداء. بالضبط ما هو مطلوب. الآن سأري هذه الفتاة ما تعنيه السيارة الرائعة. 3، 2، 1. جاهز ومثالي. اللمسة الأخيرة. هذه أفضل سيارة في حياتي. عمل عظيم. ماذا لدينا بعد؟ يجب وضع هذه المسامير. دعونا نضيف الغراء، وعلى القمة نضع هذه. الآن هي تبدو رائعة، مثالية. ماذا يبدو لي؟ يا لها من أخبار رائعة. أنا فقط لن أستسلم. مزينة من الخارج، وأنا بحاجة لإطفاء الجمال إلى داخل السيارة. الكراسي الناعمة هي ما أحب. والآن سأضيف بعض التفاصيل. لذا سأغطي عجلة القيادة باللون الوردي المثالي. هكذا. كم هو الناعم. ويجب إضافة المزيد من النعومة. هكذا. جاهز. لدي الآن أفضل سيارة، خاصة مع هذه المكعبات. وليس بدونك يا صديقي. ساحر. وسنضيف بعض الأضواء. سأضيف شريط ليد هنا. سوف يتوهج بشكل جميل جدا. نتيجة ممتازة. أحسنت عملا. خيال أليكس لا يكفي لإلحاق الهزيمة بي. ما هذا؟ لقد جعلت كل شيء في الداخل ورديا أيضا. كيف ذلك؟
حسناً، لدي هذه السلسلة. ستكون عجلة القيادة الخاصة بي أكثر روعة، لأنها ستكون من الحديد وليس من النعومة. يبقى الانتظار حتى يجف الغراء. مثالي. والآن الجمجمة ستبدو رائعة وخطيرة، أخبرتكم. وجمجمة أكبر هنا، روعة. ماذا يوجد هناك أيضاً؟ بعض الحلي، رائع. بالضبط، المزيد من التفاصيل. الآن تبدو عجلة القيادة الخاصة بي مخيفة. سيارتي هي الأفضل الآن. لم يكن عليك التجريب حتى. دعونا نرى ماذا سيأتي مع فيتا. كم هذا رائع؟ ما هذا؟ أليكس ينسخ أفكاري مرة أخرى؟ هل قام بتزيين سيارة بالجماجم؟ هل أنت غيورة؟ هناك متسع للجميع في سيارتي، حتى كلبي العزيز. ولد جيد. حسناً. انظري، هذه سيارتي، وهنا سوف تنامين. يا له من كابوس، طفلي لن يكون قادراً على النوم هنا. سأطلب لها سريراً ناعماً. سريعة جداً. لقد ساعدتني كثيراً، الآن سأفعل كل شيء. سريرك سيكون أكثر راحة، هكذا. فقط انظري كم هو جميل، مثالي. دعنا نذهب للتحقق منه. حسناً، كيف؟ أتحبيه؟ استريحي هنا، أرى أنه يعجبك. يا لها من سيارة مدهشة لدي. حان الوقت لالتقاط صور سيلفي رائعة في سيارتي الرائعة. يا لها من جمال. سيعرفون كيف يتركون أغراضهم دون مراقبة. ما المثير للاهتمام هنا؟ يا لك من حارس، أعذرني. هيا تعال بسرعة. أتساءل ماذا يوجد هناك؟ لا، إنه كلب، كلب مخيف وضخم. يا له من كابوس، هيا لنركض أسرع. ما هذا الصوت؟ كلبي. ماذا يحدث هناك؟ أتمنى أنه لا شيء سيء. لا، حقيبتي، أين اختفت؟ حقيبة، ولد جيد. فيتا، يبدو أن هذا لك. حقيبتي، شكراً لك. أهلاً وسهلاً. أنت عليك حراسة أشيائي. آمل ألا يأتي اللصوص بعد الآن. يا لها من لعبة رائعة، من المستحيل التوقف. البطارية انتهت. ماذا سأفعل الآن؟ فكرة. أفضل لعبة على الهاتف، يمكن أن تلعب على وحدة التحكم. لدي حتى مكان مناسب لها. يبقى إضافة جهاز التلفزيون، مناسب تماماً. وها هي البلاي ستيشن، سأضع كل شيء هنا. ماذا لدينا هنا أيضاً؟ مثالي لوقت الاسترخاء، سأضعهم هنا ويمكنني اللعب. لننطلق. واو، ما هذا؟ مرحباً يا أخي. مرحباً، انضموا إلي. واو، كم هذا ممتع، يعجبني. كم أنا جميلة. ماذا يحدث هناك؟ هل يلعبون الألعاب ويستمتعون؟ من دوني؟ نعم، سأريكم كيف تستمتعون. سأضع هذا الصندوق هنا وأفتح صندوق السيارة. هذه أشياء الحفلة، مثالية. مكبر الصوت هنا والثاني قريب منه، هكذا يبدو رائع. وما هي الحفلة بدون كرة الديسكو؟ فقط مذهل. كلما زاد عدد الأضواء كان ذلك أفضل. سأعلق إكليلاً من الأضواء هنا. رائع، والآن حفلتي جاهزة، مثالي. الموسيقى تشغيل. انظروا كم أنا مستمتعة. أسرع وانضموا إلي. ما هذا؟ لنذهب إلى هناك. نحن معكم. وماذا عني؟ لقد وصل أصدقائي، دعونا نمرح معا. ذلك خطأي، أحتاج إلى تصليح الوضع. أليكس، دعنا نذهب ونستمتع معا. كم هذا لطيف، لكن لدي اقتراح آخر. حسنا،
لكن احترس، أنا لا أكثر. سأريك كيف ألعب. هذا ممتع، شكرا لك. من دواعي سروري. أتساءل ما هذا الصندوق لدى ميا؟ وماذا في الداخل؟ نعم، أفضل مما كنت أعتقد. هل هذه زينة للسيارة؟ ألانا، تبدو جيدة فعلاً. هنا تأتي هذه القطعة، وبالطبع عجلات وردية وغطاء المحرك الناعم. سيارتي ستكون وردية بالكامل. انظروا إلى زينة شعري الضخمة. أنا أمزح، إنها للسيارة. وأميرتي تحتاج إلى رموش براقة وشفاه حمراء. أغمزيهم صديقتي، هذا ساحر. أوه، إنها تتباهى. يجب ألا تكون سيارتي أسوأ. بالضبط. الآن سأطلب كل شيء عبر الإنترنت. أوه، شكراً، لقد أخفتني. حسناً، هذا كل ما أحتاج. لنبدأ بالأسطوانة والطلاء الأسود. أغمسها في الطلاء ولنبدأ. سيارتي ستكون سوداء بالكامل. أوه نعم، يبدو رائع. أقراص الجماجم، هذا هو المطلوب. وهذه أعلام القراصنة مناسبة تماماً. ممتاز. زوجان من الجماجم على غطاء المحرك، وبالطبع رقعة العين. سيارة القرصان جاهزة. أحمر الشفاه المفضل لدي. ماذا؟ مهلاً، هل زينت سيارتك؟ أنت تقلدني؟ لا، إنه تصميمي الخاص. إذن سوف أريك. وها هو الغطاء الجديد. نعم جداً. حان الوقت لتزيين السيارة من الداخل. هذا يبدو لطيف جداً. وآذان الأرنب هذه سأضعها على عجلة القيادة. يجب أن تكون لوحة القيادة ناعمة أيضاً. وبالنسبة لفرامل اليد وعلبة السرعة، لدي هذا الغطاء. دبابيس الشعر والمكعبات الوردية. ممتاز فقط. ما رأيك سيد يونيكورن؟ سوف تجلس هنا. وسأزين هذا الحزام، جذاب أيضا. الآن سيارتي مثالية. مضحك. ماذا؟ ميا تزين داخل السيارة؟ أها، تغار. اللعنة. أوه، تذكرت، لدي شيء في حقيبة ظهري. أعلم القراصنة للمقاعد الخلفية وللأمامية. ناري. وسأستخدم عجلة قيادة حقيقية خشبية. سفينة القراصنة الصغيرة للوحة القيادة. وبعض الجماجم. على المرآة أيضاً. وها هو الراكب. كيف حالك أيها الهيكل العظمي؟ نعم نعم، قلت لها ذلك وهي ردت. لحظة، أتصل لاحقاً. مايك؟ من يجلس في المقعد الأمامي؟ هيكل عظمي، ساعدوني. كم أنت جبانة، أعطني كفك. كم هذا مخيف. يا له من فيديو مضحك، لقد صبوا عليها النوتيلا. فكاهي. ماذا؟ الشحن صفر. اللعنة، لم أنتهي من الفيديو حتى. أوه، لدي فكرة. سأعلق الحبل هنا، وسأعلق عليه جهازاً لوحياً. نعم، الآن هذه السينما حقيقية. هل تريد شيبس؟ أوه، أنت لا تأكل. أوه، مضحك جداً. إذن صورة أخرى من هنا ومن هنا. لنرى الآن. أوه، أبدو جميلة جداً في سيارتي. ماذا؟ ماذا يفعل مايك؟ هل لديه السينما؟ هذا مرح جداً، اللعنة. لكن لدي فكرة أفضل. علي الذهاب إلى المتجر. وها هو تلفزيوني الجديد. سأقوم بتثبيته في صندوق سيارتي الوردية الجميلة. تعال إلى هنا أيها الجذاب. وجدت لك مكاناً ممتازاً. مثالي. أوه، أنا بحاجة إلى ترتيب أماكن حيث يمكننا الجلوس والمشاهدة. الكرات المنفوشة ملائمة للجلوس. علي الاتصال بصديقاتي. يا بنات تعالوا وأحضروا بعض الفشار. مرحباً. انظروا كم هذا ممتع. نعم، مرح جداً. ما هذا الضجيج؟ ما هذا التجمع هناك؟ هل يشاهدون الأفلام ويستمتعون؟ هذا لن يعمل.
حسناً سأريها. حان وقت التمرين. الآن سأقوم بتشغيل مدربتي وأمد حصيرة التدريب ولنبدأ. 1 2 1 2 1. أوه مرحباً يا فتيات، سررت بلقائكم. لنتمرن معاً. 1 2 1 2. نعيد. ماذا يحدث هناك؟ ماذا يتدربون؟ حان الوقت للتوقف عن أكل البرجر. هذا الصندوق ثقيل لأن بداخله معداتي الرياضية. سأضع هذا الدامبلز في صندوق سيارتي. هكذا. وهذا الوزن أيضاً. ها يا شباب، كيف الحال؟ إذن هل نبدأ في التمرين؟ إذن دعونا نرفع الأثقال لتنمية عضلاتنا. دعونا لا نبطئ أبداً. أشعر بالتعب. لا يوجد استراحة، لا تسترخي. إلى أين تنظري؟ هيا. أعتقد أنه غمزني. مرحبا كيت، ماذا تفعلي؟ يا له من شباب ويا لها من عضلات. ربما نذهب إليهم. هيا. مرحبا يا جميلات. يا فتيات ذهبتم؟ حسنا بقيت وحدي. كم هذه ثقيلة. يبدو أن الفتيات تركن 100. هذا ليس صحيحا. أنا لوحدي. هاي ميا، لماذا تبكين؟ هيا دعيني أتمرن معك. قومي. حسنا أنت تبلي بلاء حسنا. ماذا؟ أوه إنه الصباح بالفعل، وقت الاستيقاظ. أخيرا إنه وقت عيد الهالوين، العيد المفضل لدي. حتى أنني جهزت زي الخاص، ولدي أيضا فكرة رائعة عن كيفية إخافة فيتا. أنا أعلم أن أكثر ما تخشاه فيتا في حياتها هو الأشباح، لذلك دعونا نرى كم ستحب بالوني. لنذهب. أتساءل ماذا سيحدث؟ لدي أيضاً كفوف مناسبة، مخيفة جداً. سأضعها هنا. طبعاً، ما هو المقلب بدون حلويات مبعثرة؟ تبقى اللمسة الأخيرة. أتطلع إلى مدى سعادتها بهذا الوحل الأخضر. أسكبه هنا. جيد، لن أنسى إغلاق باب الغرفة بهذا الجدار من الطوب. ستعتقد أنه جدار حقيقي. إنه الصباح. هذا رهيب، مخيف. ما هذا على يدي؟ يا له من كابوس. الآن سأريك يا أليكس. أتعتقد أن هذا مضحك للغاية؟ ما هذا؟ كيف يمكنني الخروج الآن؟ ما رأيك بمسحتي؟ سوف ترى كيف سأنتقم منه. بالضبط، سأنتقم عندما يرى بعض البصمات من الدم على المنشفة. ها هو بعض الطلاء الأحمر. رائع، أضعه على يدي وأطبعه على المنشفة. ممتاز، المزيد. جاهز؟ لكن هذا لا يكفي. سأدع أليكس يغتسل بالماء الملطخ بالدماء في الحمام. سأضعه في الداخل. جيد جدا.
وبالتأكيد لن أنسى الكتابات المخيفة على المرآة. هكذا أنا أراك. كل شيء جاهز الآن. حسناً، حان وقت الاستحمام. أوه، ما هذا؟ رهيب، ساعدوني. أوه يا إلهي، ربما تخيلت ذلك. لأنشف نفسي. أوه، ما هذا أيضاً؟ هناك دم. شخص ما يراقبني، ساعدوني. أليكس، ما رأيك بمقلبي؟ ليس مضحك على الإطلاق. وقت الإفطار. لدي فكرة لمقلب مع فيتا. أحتاج إلى علبة الحليب وعلبة الحبوب. أحضر وعاء الإفطار وأسكب حبوب الإفطار. لكن هذا ليس كل شيء. بدون الديدان لن تحدث المزحة. أسكبهم في علبة حبوب الإفطار. الآن أضع كل شيء في مكانه وكأن شيئا لم يكن. كمان فيتا، توقفي عن اللعب على جهازك. من الأفضل أن تتناولي الإفطار. What? أوافقك، لقد حان الوقت. أين هو الحليب؟ أعطني إياه. والآن حان وقت الأكل. شهية طيبة لي. لكن لماذا تتحرك رقائق الإفطار؟ أوه، هذا رهيب. هل هذا أنت يا أليكس؟ كانت مزحة. أعتقد أنها مضحكة جدا. لدي فكرة رائعة. الآن سأقدم لأليكس الفيلم الأكثر رعبا على الإطلاق. للقيام بذلك أحتاج إلى سمع طاولة خاصة يوجد بها ثقب في المنتصف. الشيء الرئيسي هو أن رأسي يتناسب تماماً مع هذه الفتحة. وسأحتاج أيضاً إلى دلو من الفشار. سيكون هو الطعم لأليكس. وسيكون سعيد برؤية هذا الوجه على الفشار. بدأت المزحة. أوه، فشار، لطيفة جداً. وأيضاً فيلم رعب. هذا ما عليه بالهالوين. لذيذ. أوه، مخيف جداً فعلاً. إيه، مؤلم. من الذي عضني؟ هذا أنا، أريد أن آكلك. الفشار هيكل عظمي، ساعدوني. كنت أعلم أن المزحة ستنجح بالتأكيد. كانت رائعة. أحتاج إلى أن أفكر في شيء آخر. بالضبط، ما هو الهالوين بدون اليقطينة؟ أحتاج إلى قطعها والتخلص من الأحشاء عديمة الفائدة. هكذا بالملعقة. أتخلص من كل شيء. والآن أحتاج إلى قطع اليقطينة لأجعلها معبرة قدر الإمكان. عيون ومن ثم الفم. من الضروري وضع الشموع داخل اليقطينة بحيث يكون الوجه مخيفاً قدر الإمكان. هكذا. والآن سأضع اليقطينة تحت السرير. هيا بنا لندخل. سأضعها هنا.
والآن سأضع آثار أقدام من الدم حتى ينظر أليكس تحت السرير بالتأكيد. للقيام بذلك علي تلطيخ نعلي الحذاء الرياضي بطلاء أحمر. بالمناسبة يصعب غسل الطلاء، فلا تكرر ذلك في المنزل. هيا بنا نبدأ. هكذا. جاهز، والآن يبقى فقط انتظار أليكس. غريب، ما هذا؟ يا لها من آثار أقدام غريبة. إلى تحت سريري. أوه، هذا رهيب، ساعدوني، هذا اليقطين يريد أن يأكلني. يا لك من جبان. جبان؟ إذن إنه أنت. هذا غير مضحك. لقد أتوا إلي، أنا آتية. أفتح. طاب مساؤك. شكرا لك. كل هذا لي. الآن سأصلح هذا السرير قليلا. بماذا تفكر؟ أرتدي القفازات وأبدأ العمل. الآن سأصنع سريرا مثاليا، لهذا أنا بحاجة إلى هذه الأشياء. سأسقط. كوني حذرة. كل شيء على ما يرام، لا ضرر. نواصل. هل أنت بخير؟ نعم نعم، كل شيء على ما يرام. وجدت أشياء مهمة جدا عن البناء خاصتي، سأضعهم هناك وواحدة أخرى. والآن لنبدأ بالعمل. أنا أسقط. لقد قلت لك انتبهي. كل شيء على ما يرام. الآن سأرمي هذه في القمامة وأصنع سرير رائع. نعم سهل جدا، أحتاج إلى إصلاح القضبان. وهذا نصف العمل. نعم عمل عظيم. مثالي، فقط جاهز. واو، أنا أيضاً أريد. أستطيع بسهولة حل الموضوع. وصلوا بالفعل. تفضلوا، هذه أموالكم. سنفعل كل شيء أنستي. شكراً لك. ما هذا؟ كان ثقيلاً. كيف ذلك؟ واو رائع. نعم نعم، لا شيء مثير للدهشة. سأحصل على أفضل سرير. ووضعوا أيضاً الأزهار. نعم نعم، أحسننا عملاً. كل شيء جاهز. اللمسات الأخيرة. وانتبهوا إلى أعينكم. واو، لا تحسدينني، لا يزال لدي أفضل سرير. من الصعب الجلوس هنا، غير مريح. أما هنا رائع جدا، لماذا تنظر إلي؟ حسنا حسنا، ماذا علي أن أفعل؟ يمكنني استخدام هذا الستائر. الآن سيكون سريري جميل. وماذا إذا أخذت شيئا آخر؟ هذا رائع أيضا. الآن علينا تثبيت كل شيء بمساعدة خرازة الأوراق. لنذهب للعمل. الستارة الأولى جاهزة، والآن الثانية. انتهيت، الآن جاهز. لماذا رميت الدباسة علي؟ واو، الآن سأفاجئ الجميع. الشيء الرئيسي هو الربط بإحكام، والطرف الآخر أيضا. لدي أرجوحة جميلة الآن، أستطيع أن أستريح عليها. صنعت لنفسها أرجوحة شبكية. لا تحسدينني. كم أشعر بالملل؟ فكرة؟ لست بحاجة إلى الأرجوحة الآن. سأصنع طاولة من هذه المنضدة وهذا القماش. يجب أن يكون جميل. والآن سأضيف بعض الأشياء. طقم شاي مذهل وأكواب لطيفة. مرحبا بكم في حفلة الشاي يا أصدقائي. روضة أطفال، حفلة الشاي. لدي فكرة أفضل، أريد الاستماع إلى الموسيقى. بالتأكيد سوف تحسدني. مرحبا. تفضل ضعهم هنا. هل لديكم حفلة اليوم؟ أي حفلة بدون أضواء؟
cool. شكرا لك، أحسنت عملا. تفضل المال. شكرا. سأقوم بدعوة جميع أصدقائي بسرعة. ما هي الحفلة بدون صديقاتي؟ كمان يا فتيات، لنستمتع بوقتنا. الآن سيكون روعة فقط. ما الذي يحدث معها؟ ممنوع الدخول؟ كمان لا نريد أبدا. كم هو صوت عالي. مستحيل أذني. قومي بإيقاف تشغيل الموسيقى. سأتصل بمن يمكنه حل الموضوع. الموسيقى ثاقبة جدا، هل ستأتي؟ أنا في انتظارك. بسرعة. مرحبا بك، إلى هناك. سنكتشف ذلك الآن، لا تقلقي. هل هذا هم؟ سأعمل بكل حرفية. يا بنات، أنتن صاخبات جدا، هذا سيء. لدي فكرة، هذا لك. شكرا جزيلا، سررت بالتعامل معكم. طاب مساؤكم. يا له من يوم جيد، أريد أن أرقص وأبتسم. أنا على حق، يجب أن أذهب، مع السلامة. أرأيت كيف تحل المشاكل؟ أنت مرة أخرى؟ فكرة، يمكنني الاستمتاع أيضا. سترين، حفلتي ستكون أفضل بمئة مرة من حفلتك. كل ما أحتاجه هو كرة أرضية. سوف أريك. دعونا نحصل على الأقراص. ممتاز، هذا يكفي. الآن أنا بحاجة إلى قطعهم إلى قطع صغيرة. يجب الحرص على عدم قطع نفسي. نعم، جاهزة. الآن الكثير من المربعات اللامعة، سألصقها على الكرة الأرضية. واحد تلو الآخر، هكذا. لنديره، جاهز وهو جميل. الآن بحاجة إلى تعليقه هنا. مذهل، سررت. الآن الأقراص المتبقية ستزين الحائط. ألصقهم بلطف هكذا. ولدي مكبرات الصوت هذه، رائعة. سأقوم بتشغيل موسيقي المفضلة بأعلى صوت ليستمع إليها الجميع. هل تحبون ذلك يا أصدقائي؟ ما هذا؟ يا لها من حفلة رائعة، نحن بحاجة إلى الذهاب. مرحبا، هل ممكن أن ندخل؟ بالطبع، انضموا إلي. هذه حفلة شاي رائعة. كيف هذا ممكن؟ أنا بحاجة لبعض الضوء. الكتاب ممتع جدا. ماذا؟ الضوء يومن؟ هذا ليس جيدا. لقد انطفأ. هيا أعمل. ماذا أفعل الآن؟ واو، لدي صندوق من المصابيح. كم يوجد؟ هذا يمكن أن يفي بالغرض، أو يمكن استخدامه لشيء آخر. سأضع كل المصابيح على الأرض. هذا الصندوق لا نحتاجه. هكذا. أما هذا فنحن نحتاجه حقا. بتعبير أدق، السلك. والآن بحاجة إلى إرفاق كل المصابيح به. جاهز، أحسنت عملا. ماذا تفعل؟ الآن سأعلق إكليلا حول محيط السرير. اتضح أنه جيد. ما هذا؟ نعم، إنه فقط جميل جدا. مشرق للغاية. الآن يمكنني قراءة كتابي. واو، أنا أريد ذلك أيضا. أحتاج إلى التوصيل بشكل عاجل. مرحبا، أنا بحاجة إلى مساعدتك. أريد إضاءة هذا السرير. لا مشكلة، أحضرت كل ما تحتاجيه. سيكون السرير الأكثر إشراقا، سترين. نشغله، جاهز. رائع، هنا أموالك. شكرا لك. لا، هذا مرعب، كل شيء يحترق. سريري، ماذا أفعل؟ أنا خائفة. نحن بحاجة إلى إطفائه. لا تقلقي، سأنقذ سريرك. انتهينا. كان ذلك مخيفا حقا. أدعوك إلى سريري إذن. حسنا، سأتي. ماذا علينا أن نفعل؟ لديك مكان لطيف جدا، والألعاب لطيفة. نعلن السلام. بالطبع. واو، خزنة كاملة من الفراولة. رائع، أنا أعشق الفراولة. هي جميلة جدا وحلوة مثلي. بريتني، أعتقد أن رفاقي يريدون الفراولة أيضا. لا، هذه الفراولة لي، أنا أحبها كثيرا ويمكنني إثبات ذلك. تبقى القليل فقط لأنتهي. ها هو. واو بريتني، هذا لطيف جدا. أنت تحب الفراولة ونحن نحبك يا بريتني. لا يمكنني مقاومة الفراولة، أريد أكلها إلى ما لا نهاية.
أوه بريتني، يجب أن تكوني أكثر حذراً مع الفراولة. عذراً، آسفة يا شباب، لم أقصد. حسناً أليكس، هيا دورك. أولا، هذا فلفل أحمر، لا أريد، إنه حاد للغاية. هيا أليكس، أنت جبان، إنه فقط فلفل. والآن حان وقت المقلب باستخدام الفلفل الأحمر. أليكس، أنا شيطان الفلفل الأحمر. هذا مخيف. هيا أيها الجبان، إنه فلفل فقط، هيا. أنا لست جبان، أنا شجاع، والآن سأكل كل هذا الفلفل. أوه أليكس، ما كان يجب أن تأكل الكثير من الفلفل هكذا، سوف تشعر بالسوء الآن. نعم، كما قلت. يا فتيات أحذروا، سيحدث شيئاً ما. أوه لا، أنا مثل التنين. أوه أعرف كيف أنقذ أليكس، هذا صحيح، يا رجال الإطفاء تعالوا إلى هنا. أصبر يا أليكس، المساعدة قادمة. افتح فمك، الإطفاء قادم. أوه، لم يعد هناك نار في فمي. شكراً لرجل الإطفاء كيلي، لقد أنقذتيني. والآن لنرى ماذا في الخزنة الأخيرة. أوه، إنها كيت كات. لا نهاية لها، إنها كيت كات غير عادية. كيلي، هل يمكنك المشاركة؟ لا. إذن لن تري الكيت كات اللانهائية أبداً. أوه لا، أنا أسقط. لم أتوقع ذلك. أليكس، لن أنسى ما فعلت أبداً، والآن بالطبع لن أضيفك. شاهدني واحسدني. كيلي، هل أنت متأكدة تستطيعي أن تأكلي كل هذا لوحدك؟ وحتى لن تشاركي بريتني؟ لن أشارك أي أحد، أنا أعشق الشوكولاتة وخاصة الكيت كات، الأمر سهل جداً بالنسبة لي. هذا مذهل حقاً.